ايه عصام؟ قلت لي بكره بالليل السلاح رح يكون برات الحاره. بس السلاح اللي مخزن عندي بالدكان يا عمي ابو بشير. ايوه، ما فهمت لي ابو حاتم لوين بده يودي السلاح. الله العليم، بس بجوز يسلمه لابو احمد وابو يوسف ياخذوهم معه لفلسطين. ايوه. شو عمي؟ وين ابو بشير؟ ماني شايفه. بشير بالفرن عم ينظف المدخنه ويجهز عجنه بكره. تفضل ابن عمي. لا والله، عمي ابو بشير بالاول. الله يخليك يا رب. تفضل يا ابي. على راسي. شو وين امك وجميله؟ عم يطبخوا كشكة. حلو، وقت تجهز الكشكة يجيبوا لنا صحن لناكل انا وعصام. على راسي يعني. اهلين. ايه عصام، بدي احكي معك بموضوع له علاقة بالحريم. خير عمي ابو بشير؟ انت ليش ما بتعرض مرتك على داية او حكيمة؟ قصدك مشان الحبل يعني عمي؟ ايه مشان الحبل. انا رايد شوف لكم ولد انت وهدى وافرح فيكم، ومتمني هالشي يصير اليوم قبل بكرة. والله يا عمي ابو بشير انا ما بخفيك سر، انا حكيت مع الوالدة بالموضوع وسألت ام زكي الداية. ام زكي قالت لها انه هدى لساتها صغيرة، يعني ما بتسايل اذا تأخر الموضوع شوي. الحمد لله هيك طمنتني. ما بتصدق قديش بالي مشغول عليك وعلى هدى، وكمان بالي مشغول على بشير ومرته، بس كله بإرادة رب العالمين. ولك يا عم بشير تعال عدي معنا شبكي. Thank you.